خلونا مشاهدينا نرجع بقى للخبر المتعلق بالمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، ومعنا الحقيقة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، وبنتكلم طبعا على وجود عملة معدنية بتشير لهؤلاء اللي هم طبعا جزء أصيل من مجتمعنا. أهلا بيك يا دكتور إيمان وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أنا متلمس طبعا الفرحة أكيد اللي حضرتك بتشعري بيها، وكل هذه الفئة وأهليهم أو كل من هو مهتم بفكرة حقوق الإنسان في كل الأحوال. وطبعا يعني المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو طبعا منوط بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم، وطبعا التوعية مهمة جدا بهذه الحقوق. ومن أحد آليات التوعية الحقيقة هي ما تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقرار وزارة المالية بطرح 3 ملايين جنيه من العملة المعدنية، وهي فئة الجنيه المصري. الحقيقة الفئة دي بتوصل لجميع شرائح المجتمع، فطبعا دي حاجة مهمة وجميلة جدا إن جميع فئات المجتمع تحصل على هذه العملة، وهي الحقيقة بتحمل شعار أشخاص ذوي الإعاقة هنا في الأربع إعاقات الموجودة، وبالإضافة إلى الإعاقة الخمسة المضافة في العملة وهي التوحد، الإعاقات الحركية والإعاقات السمعية والبصرية والذهنية والتوحد. وأنا بعتبر أن الخطوة دي الحقيقة تقدير إيجابي لدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، يعني بنترجم طبعا دعم القيادة السياسية أنهم أكيد شركاء في تنمية الوطن. حقيقة يعني أنا شايفة خطوة رسالة حقوقية مش بس في مصر الحقيقة إلى دول العالم، إن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وده بيبقى للعالم كله إن مصر دولة بتحترم كافة حقوقهم ولا تمييز بينهم، وإن الدولة بتحترم أيضا قضية الإعاقة وبتحاول إن هي تنشر الوعي بها. وبقانون 10/2018 وهو قانون مصري يعني الحقيقة مهم جدا إنه بيديهم الحقوق في جميع المجالات الصحية والتعليمية والعمل والمواصلات والإتاحة ووجودهم في التعليم الدامج، فدي تشريعات مهمة جدا. فبنعتبر إن الطريقة دي للتوعية هي طريقة بتوصل لجميع شرائح المجتمع الحقيقي. نعم. هل حضراتكم يا دكتور إيمان كنتم شركاء في الفكرة دي، ولا حضراتكم اتفاجئتوا بيها؟ طبعا المجلس أحد اختصاصاته إن هو بيحضر اجتماعات رئاسة الوزراء وبيرفع التقارير لكل المكتسبات والمشاكل أو التحديات اللي بتوصل للمجلس عن طريق إدارة خدمة المواطنين أو حتى عن طريق الرقم المختصر أو غيرها. وإحنا طبعا بنلمس إن في بعض الأمور بتحتاج التوعية، وده دور أحد اختصاصات المجلس إنه يعمل يعني أو ينظم حلقات نقاشية و يعني دورات التوعية والتدريب الشرائح اللي بتتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وطبعا هي فكرة من أحد الأفكار للتوعية زي ما أنا قلت، فطبعا ده نوع من أنواع التوصيف كمان. يعني احنا بنثمن الخطوة دي وبنشوف ان الدولة المصرية الخطوة دي تعمل توثيق للحدث ده، يعني بتنمي الوعي، والعملة دي بتفضل موجودة معانا على طول، كلنا بنحتفظ بيها حتى يعني بعد مرور زمن ممكن قدام في أجيال وأجيال بيعرفوا ان في دمج في المجتمع. يعني يا رب دايما يا دكتور إيمان متمتعين بكامل الصحة والعافية، ودايما منورين وشركاء لبلدنا في كل حاجة. الحقيقة فئة محترمة جدا وتستحق كل الاحترام والتقدير، فبشكر جزيلا دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، كنت معنا تليفونيا. أشكرك ألف شكر.